الكره القدميه هذه. اذا شكرا شاكوك. يعني في الوقت اللي تطرد فيه اللاعب لونغ ولا ما قلت بان غيصعب على الفريق الجديد مجاراه لقاء، لان لاعب كيعرف ان عنده ورقه صفراء وكيزيد يعني حيد القميص ديالو، كيعرف ان العقوبه هي ورقه صفراء ثانيه غتؤدي الى الطرد ديالو. هذا كان يعني من العوامل اللي ربما ما نقولوش هو العامل الاساسي، ولكن من العوامل اللي ساهمت في الطرد ديالو نقول ما ساهم بكثير في هذه النتيجه السلبيه ديال فريق الدفاع الجديد. حتى هي ماشي مؤاخذات لبن شيخه حاشا لله، فبن شيخه مدرب كبير، ولكن في واحد اللحظه من اللحظات كنت كنتمنى انه حدراف يخرج ويدخل وسط ميدان دفاعي للحفاظ على النتيجه ديال التفوق. شكرا فؤاد عسل المحلل التقني للقناه الثانيه، شكرا مشاهدينا الافاضل على حسن المتابعه والاصغاء، والى فرصه قادمه بحول الله، الى اللقاء.